مشاهدي صوت الساحل التونسي، مرحبا بكم. اليوم فريقنا متواجد في سوق الحي التجاري بمساكن، وين نقل لكم مختلف أسعار المنتوجات الفلاحية، أيضا الأسماك واللحوم. تباينت الآراء بين من يشتكي من ارتفاع الأسعار وبين من يراها مناسبة. لمزيد من التفاصيل تابعونا في سوم القفا. شنو رايك في الاسوام؟ الاسوام كله غالي يا خيتي، غالي كل شيء، غالي الحوت غالي، اللحم غالي، ما قيناش كيفاش نعملوا. ياسر يا اختي، ياسر علينا، ما عندناش. تقول لي يرحموك، ما ثمش، ما راك تشوف كيلو الهندي 5000 فرنك 6000 فرنك كيلو الهندي هذايا. مش السلام عليكم. السلام، مرحبا. بعد الدوره في مرش مساك، شنو رايك في الاسوام؟ يا خيتي الاسوام غالي ياسر. شنو هي اكثر حاجه غالي؟ برشا كله القليل مع الشرحك. عايشك. السلام، مرحبا. من وجهك ظاهر مش عاجبك شيء. والله مش ثم يعجب حسب رايك. الأسوام غالية برشا أكثر. شنو الغالي؟ كل شيء. خضرة، غلة، كل شيء غالي. شنو نجم آخر؟ بعد دورة شنو استقر؟ مازلت ندور باش ناخذ شوية بطاطا، باش ناخذ شوية فلفل ورا وهكا. أنا ما نجم ناخذوه. شكرا، عايشك برك. عايشك سلام. سوين في مرشي مساك؟ الله يكثر الاسوام غالي، زادنا وين مدينا يا ربي العمل عليك. ديما نشوف المواطن، نشوف ردة الفعل نتاعو، من يدخل مفجوع للمرش. والله مفجوع بالحق، مفجوع تلما زدت انت هكا بزدت فجعتني. اي شنو هي اكثر حاجة لقيتها غالية؟ والله مازلنا وين مدينا هم بنانا مازال غالي، كل شيء مازال غالي. والله مازلنا نشوفوا الحوت والمواد الاخرى. شكرا، عايشك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رايك في الأسوام؟ الأسوام غالية برشا، غالية برشا الأسوام. شنو هي الحاجة اللي لقيتها غالية؟ البطاطا غالية، الطماطم غالية، البصل التالي غالي، كل شيء غالي، اللحم غالي، عود غالي، كل غالي، كل غالي ياسر. وكل أحسن يعني القديم ما عادش نجم نعيش. فما ناس اللي تدخل مرشا تدخل الباب هكا، تخرج من الباب الآخر ما تاخذ شيء. فما ناس ياخذ كل واحد وكيفاش، كل قدير وقدر. مرحبا بك. مرحبا بك. عايش رايك في الاسوام في مرشي مساكن؟ خوتي بصراحه غالي، الزوالي يموت. البطاطا اللي عنده 4 صغار و5 صغار، اللي عنده 5 صغيرات ما ياكلهاش البطاطا، ياكلها كان من جماعه فرنسا عليها. في عاملين حمله لمقاطعه البطاطا والبنان، طماطم الكل، عاملين التوانسه حمله لمقاطعه البنان والبطاطا. على ايامات بن علي الواحد يهز 10000 القفه يملاها حوت والحم. والله 10000 يملاها حوت والحم وحوت 3 انواع. ما قالش ربي يا اخي 2000 يا ديني البطاطا ويعطيها لك مضروبه ويقول لك ما تفرزيش زاد صراحه. اي تنجم البطاطا تقطعها؟ نعم تنجم تقطع البطاطا. كيفاش نقطعها البطاطا؟ ما تشريهاش. مش لازم عليك باش تشري بطاطا. هي مش لازم، احنا توا فاش ناخذوا في البصل ويلعب في الماء هكا هو هكا هو. عايشين على العجه والمشلوش هذاك علاش عايشين؟ والله مشنا ناخذوا فيه. اما اللي عنده صغيرات ويحبوا الفريت يموتوا بصراحه. غاليه بصراحه، نقصوا لنا في الاسوام. وصلوا لنا صوتنا. مرحبا بك. بويك عايشك. الاسوام في مرش مساك هكا تشوف الفلفل البطاطا بالفي. الفلفل هكا تشوف مصلي على النبي 19200 محسوب. الطماطم كيف البصل ارخص حاجه، البصل ما عادناش نشروه. انا الزوالي ماشي في الرجلين، ما عادناش ماكلين، خالطين على شكشوكه. شكشوكه تتكلف لنا اكثر من كسكسي بالعلوش. الزوالي ما عادش ليلة يتعشى ولا ما يتعشيش، حسب الله ونعم الوكيل في الاخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. رايك في الاسوام اليوم في مرشي مساك؟ والله شو نقول لك، طالعه. شنو هي أكثر حاجة طالعة مثلا؟ كل شيء شنو على بعضه، كيلو فلفل 3200. كل شيء غالي. المواطن يقول لك ديما يتشكى، حطولوش حتى كيلو ب 100 ولا ب 200، يقول لك ديما المواطن يتشكى. علاش؟ هو يتشكى قدامك. هاو مش يتشكى هو كل شيء مقابل. مش في وقته، يقول لك مش في وقته. إيه كاسين سلقة ب 600 فرنك، حزمة سلقة ب 600 فرنك، مش في وقته.
هذا هو يكون في العون وكاو شكايش. البطاطا بالفين ما تنجموش تعملوا حملة متاع مقاطعة، معناها حملة المقاطعة اللي عاملينها التوانسة؟ يمكن هكا، يمكن جماعة ناويين يعملوها مقاطعة. البطاطا والبنان سمعنا اللي التوانسة عاملين حملة المقاطعة. خلي المتياب تحت رجلين ما عادش يخلط على حتى شيء، ما عادش يخلط على حتى شيء. يقول هذا ايش نعملوا؟ انا صابرين لحكم الرب. شكرا عايشك. حتى اللي ربي يفرج علينا. السلام عليكم. سلام مدام عسام اختي. قداش عندك اسوام الخضرة اليوم في مرش مساك؟ والله اسوام الخضرة اليوم عندنا سفنارية مش في وقتها ب 2000 كيلو، بصل جمعة ب 2000، عندنا البيترا في 4000، عندنا لف مرشين بدينار، معدنوس 500، سلق 500، كلافس 700، عندنا سلاد 15 مية الكعبة، عندنا الخس الرومان العربي بدينار كعبة. ويعني باش نكون هذا واضحين راهو مش وقته، الشيء هذا كل مش وقته، مازلنا في الخريف السخانة. وراهو مش وقته يعني، يعني حاجة تلقاها مش وقتها ديما غالية، والكاليتي مش حاجة كبيرة برشا باهية فهمتها. وربي يعين الزوالي يعني، نقول غالي يعني مش رخيص يعني، غالي مي ربي يعين الزوالي. وذاك هو كيلو سفنارية ب 2000 غالي شوية. غالية شوية أما هي مش وقتها راهو أختي يعني، كثر فيها حتى الكاليتي مش الكاليتي طايرة برشا وكل يعني فهمتها، يعني ما تنجمش تاخذ حاجة تخسر فيها فهمتها. ودونك ترى يعني مرشي فارغ يعني، ما فيش عباد يعني، فمش حتى كل قبيلة يعني عباد تشري ولا حاجة. واسمع، وحتى المواطن كل شيء عنده غالي، كلش حتى المدى فرنك يقول لك اني غالي ومعذور يعني. تو البنان كيلو ب 6000 فرنك، بطاطا ب 2500، يعني يعني يحير في شوك الواحد فهم سبحان الله. يعني حتى حتى الحوت يعني ما فماش شارين يعني، يعني العباد ما عادش تشري، ما عادش تلقى ما تشري وما تاكل فهمتها. دونك اوزر المواطن معذور واحنا معذورين وكنا معذورين. كنت تدير الدوله يعني، يعني امورها مش قد قد يعني، دونك مش تلقى الحاله ديما ماشي واضحه فهمت اختي. وربي معاكم وان شاء الله عامكم مبروك. عايشك اي بارك الله فيك. الغالي خليك سامح. صباح النور. صباح الخير. رايك في الاسوان في مرشي مساك؟ الاسوان غاليه شويه شحطه. هي اكثر حاجه لقيتها غالي؟ برشا غالي، البطاطا غاليه والطماطم غاليه والخضره غاليه. الحوت قالوا شد معناه انخفاض الاسوان نتاعو في المتناول. الحوت، الحوت السوم نتاعو ساعه يعلى ساعه يهبط السوم نتاعو. فما الغالي فما الرخيص. شنو هي الخضره اللي لقيتها غاليه؟ البطاطا والطماطم والبصل والخضره اليوميه كله غالي. ايش رايك في مقاطعه البطاطا؟ الحمله اللي عاملينها التوانسه، اللي عاملينها التوانسه قاطعين البطاطا والبنان. انا عنده صغار ما يجيبش يقاطع البطاطا. ليش ما يقاطع البنان؟ هي البنان اللي قاعد ناخذ فيه، ماهيش ناخذ فيه البنان غالي. البنان غالي ما ناخذوش. اما البطاطا ما ينجمش. انا عنده صغار ما ينجمش بيطلع الحال. لا عنده صغار ما ينجمش. شكرا عايشك بارك الله. شكرا بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. رأيك في الأسوام في مرشي مساك؟ رأينا في الأسوام، الأسوام عادية حسب الوقت، باللي تحسب وتشوف ما يغليش قدام الدخان. لو احنا إنسان مواطن عادي يدخل ياخذ باكو دخان ب 4000 ولا ب 10000 ويدخل المرسي مش ياخذ الخضرة يراها غالية، ولو لأنها الخضرة تمشي حسب الوقت. فهمتني؟ تو احنا مش كل الخضرة غالية، الأسوام الكل غليت في الكتب، في الطابليت، في الليتيت، وترى أنت الليتيت معناها نتاع المكتب معناها الشهر ب 50 دينار. إذا كانت تقريحة ستين ب 50000 الولي مين مش يجيب. احنا كي تجي تحسب الأنتوراج نتاع الخضرة تمشي حسب التعديل، احنا شبابنا تركوا الفلاحة. تو احنا نضحكوا على أمريكا ونقولوا معناها شبين وش باه هي ولات خير منا، ولكن هي ولات أكبر دولة فلاحية خير منا. علاش؟ خاطر احنا شبابنا ما عادش يحب يخدم. هاو نجيب لك اني نجيب 200 300 شاب واعطيه يقول له خذ 35000 نهارك ويجي اخدم. طلعوا للسوق باش يخدم، ما يخدملكش الفلاحه، الفلاحه مش تطلع وحدها. لو انت مش تزرع عندك سينيه نتاع بطاطا مش تزرعها وما عندكش خدامه، شكون مش يزرعها لك؟ وشكون مش ينحيها لك؟ شفت احنا شبابنا، شبابنا ولا في الوقت هذايا بعد الثوره كل احنا من برا يحب يطلع لفرنسا ويحب يمشي لايطاليا ويحب يهاجر ويحب يعمل ويحب يقعد، ونسينا ارضنا وفلاحتنا. هذا كيش وصلنا للانتوراج هذايا. سيع كان كلامي غلط قولوا لي كلامك راهو غلط. شو وصلنا احنا للشيء هذا؟ وين الشباب اللي يحب الخدمه؟ وين الشباب اللي يحب يخدم؟ فهمت؟ هذا ايش وصلنا للاسوام هذه راهو؟ الاسوام تمشي حبر الوقت. تو احنا كيلو البطاطا ب 2000 فرنك شبيك يبدا ب 700 وب 500 ما يتكلم عليه حتى عاد. علاش كيلو الفلفل وقت اللي هبط ل 500 ولا 600 ولا 700 ما يتكلم عليه حتى عاد؟ تو احنا جايين في معناها داخلين في فصل البرد نتاع الشتاء، مازالت الاسوام مشتغله اكثر راهي. تو احنا كيلو البطاطا كيلو الفلفل مثلا تو هما 700 حتى ل 2000 فرنك، مازال مش وصل ل 4000 ولا 5000. طماطم مازال مش تطلع ل 3000 ولا 4000 راهي، ماهيش اسوام قويه.
تو نحكيوا الواقع مازلنا راهو مرينا حتى شيء. اما لا غالب المواطن معناها رمضان والعيد الصغير والعيد الكبير وزاد خلطت عليه المكتب اللي كان بيت ثلاثه صغار ولا اربعه صغار مش يجيب وزاره التربيه ما ترحمك الزيادة هاك ترى يقول لك احنا ما زدنا في حتى شيء تمشي للمكاتب ما فماش كراس مدعم يعني نحكم على روحي بي اربع صغار صدقني الكراس الكل خديتهم لا فما كراسه مدعمه فهمتني ما يرحموكش حسب الوقت تقولي الخضره تو مثلا السفنيريه مازال الوقت نتاعها تو الشهر الداخل يدخل نوفمبر تبدا الدنيا بالجدي تيح السفنيريه ترجع تهبط 980 700 و500 البصل مثلا في نوفمبر زاد يتيح البصل معناها تبرد الدنيا يتيح سومو المعدنوس المهم تاع تو تبديل الفصول هذا كي علاش تسوهم طالع شويه تو احنا البطاطا الفلاح قاعد يزرع راهو معناها نستناوها اقل حاجه معناها تزرع تو تحب لها 45 يوم فهمتني وما يدوم حير راهو هيك هي الدنيا اما المواطن بالله مش ترخص له تقولوش حتى هي القفه هز وعبي بليش قول لك الدنيا غاليه المواطن يدخل الصباح يفز صدقني يفز من النوم وجه شوف تفرجوا بعينيكم يفز من النوم يدخل القمرق ياخذ باكو دخان وجريده تعدي يقعد في القهوه هذا يصرف 10,000 صباح وما يصرف فيهاش خضره خاطر اسوان في الخضره غاليه وباكو الدخان ديما رخيص شكرا عايش شكرا عايش يرحم الميم ربي وربي يعينكم وان شاء الله ديما موفقين بجاه النبي نهارك سعيد صباح الخير نهارك سعيد في الاسوان في مرش مساك هاني فيها وعليها الفاه رخيص وفاه الغالي المواطن نجم يقضي من مرش مساك الله نجم ثم حاجات ما نجمهاش كيما شنو اللحم ما ينجموش الحوت وانا وبرك ب 2000 وب 2500 وب 3000 وب 4000 حتى ال 5000 ينجم فهمت اما حاجات اخرى ما يقدرش عليها حتى الخضره ما عادش يقدر عليها البطاطا ب 2000 والبصل ب 1500 وفر ب 3000 منين ينجم صبر وكاو مشاهدينا الاسوام اليوم في مرش مساكن كما ترى والفقوس ب 2900 التفاح ب 3800 العنب ب 3990 العوينه 3990 التفاح ب 4600 البنان ب 5500 نزاس ب 4990 الرمان ب 1725 هندي ب 3450 القارص 3500 نجيو للخضره اللي الفلفل ب 2300 الطماطم ب 1800 والبطاطا ب 1560 الاسوام كما تراو اليوم في مرش مساكن تنجموا تقضيو من مرش مساكن في مرش مساكن في خير ربي والناس في خير تخلط لاباس عليها ربي اللي عنده يشري كارطة ويلوحها ب 10,000 يشري البورتابل 1200 ويلوحوا يشري باكو الدخان ويلوحوا كل لاباس عليهم الكل يكذب ويقول لك الدنيا غاليه ومش غاليه الدنيا رخيصه ولاباس عليهم هاي تشوك ويتشاوهوا برا اما راهي الناس في خير في خير البطاطا ب 2000 كيفاش تقول لي في خير؟ اش بيه؟ اش بيه يشري باكو الدخان ب 10,000 ويلوحوا هو؟ اش بيه يشري كارت البير حاشاك ب 10,000 ويلوحها قادر عليها؟ اش بيه يشري الكارتة ب 10,000 ويلوحها قادر عليها؟ البطاطا غاليه البطاطا شباب مولاها مش مسكين تعب عليها اش زرعها واش دواها واش جمعها واش جابها حتى ب 3000 رخيصه الفلفل غالي زاد ب 3000 لا لا الفلفل رخيص كل شيء رخيص والجاسبياج اللي ماشي في ملياني وفلوس اللي ماشي في ملياني اكثر من الاسوان البطاطا مالو اختي يلزموا نفهموا احنا دولتنا ماهيش فاهمه كون الفلاح يلزم هو الفلاح اللي تعاونه هو اللي توقف له هو اللي مش يهز البلاد الفلاح واضح ولا احنا الدوله نتاعنا من ناحيتها الفلاحه من بالها لا هي بامور اخرى لو كان جات دولتنا معتمده على الفلاحه رانا في خير ونعمه ما يكسرنا حتى حد الترا نتاعنا اما لا غالب قال لك مش حكيت الفلاحه حتى من حكيت المضاربين مثلا والناس اللي تدخل على الخط شكون كونهم المضاربين المضاربين شكون كونهم شكون كونهم شكون كونهم شكون كونهم مش وحدهم طلعوا وراهم كي مش يلقى سلوم علاش يطلع بالدرجه بالدرجه لين يوصل للتوب كي يوصل للتوب ما عادش تجم تفارع ولا انت ولا غيرك واضح ولا اني غلط ها الباز نتاعنا في تونس هي الفلاحه هي الفلاحه تاخذ كارت السداري كارت العلبه مش لابس 46,000 50,000 معناها تحكي نخدموا فيها ب 46,000 ب 46,000 مش يرد لك العجل العجل وش مش يرد لك العلوش علوش تلقاه مش الليل كامل تلقاه يأس باش ما يسرقولوش الزوايل نتاعو باش ما يسرقولوش العجول نتاعو ومن بعد تجي تقول هاو اللحم غالي بلا يغلى اللحم ما يسماش غالي وبلا تغلى الخضره ما يسماش غالي خاطر كي تشوف التعب اللي تعب فيه الفلاح يعني بربي بحاله لا يعرف صيف كي العباد لا يعرف رمضان كي العباد ولا يعرف عياد كي العباد في الامارد الفلاح بالنسبه للفلاح في تونس في الامارد اسمع
ربي الله يوجعوا فيه الحم 27000، شو ما يوجعوش بورتابل يشيه لبنه ب 3 ملايين، وما توجعوش الكارطه يشريها ب 20 دينار ولا واحده، وما توجعوش المشاركه بالالترنت ب 500 دينار في الشهرين وفي ثلاثه. اش بيه دباك والدخان ما يستغلاش شي ب 20000، اش بيه دبوس الشراب يشريها ب 200000 فرانك ما تغلاش، كل الحم غاليه ولا كل الخضره غاليه. يرحم بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بمشاهدينا ومشاهدي ساحة تي في. حابين نسألوا على سوام الحوت في مرشي مساكن، تبارك الله ما شاء الله الأسوام اليوم ظهر لي في المتناول. أرخص أسوام موجودة في مساكن، كلب حر ب 17.8، عندنا حلوف ب 12000، سكومبري ب 4000، مرجان 4000 وفاء، عندنا لمبوكة ب 13.6، أنا أسوام الدهش أصل في المتناول. والإقبال كيفاش تراه؟ الإقبال كالعادة باهي، باهي ثم إقبال، اليوم السوق باهي. رابور على امس ولامس اليوم تسمى تحركت شوي. ذولي لا كانت تجمع له شوكي من الانتخابات ذولي. سرحوا شويه اليوم. سرحوا شكرا يا ربي يجيب لك القصر. يعيشك يرحم والديك. السلام عليكم. السلام على السلامة. رايك في الاسوام؟ في المقدور مش في المقدور. كل انسان هو يجيب واش مشي يغزر يجيب ويشري. صفة عامة. صفة عامة والله اش مش نقول لك، أنا ما عملتش دورة بغزر، ما غزرتش للاسوام. غزرت باش حاجتي شناهو كعبتين وراطا هكاهو يكفي. عايشك يا نهارك سعيد. سي ميرسي. السلام عليكم. السلام عليكم مرحبا بك. اسوام الحام اليوم في مرشي مساكن. العلوس 27، الهبره 27، الرقبه المخلط الرقبه 22، المخلط 17 دينار. اسوام مرتفعه ما عندي من نجم نقول حد شيء. اقبال هذايا الاسوام هذه تخلي المواطن يقبل على الحم ولا لا؟ اقبال ضعيف. ضعيف برشا زر، ما فماش رود مونتا خدمة، فماش حاجة باش تشجعك زر. والله يهدي جميعك، هو من العلف غالي، من الفلاح ما عادش عندنا فلاح، ناس هربة من الفلاحة، ما عادش فما شيء، ما عادش البلاد حسها فرغت سي. ربي يجيب لك القصر. عايشك ميرسي بوكو ومرحبا بكم. عايشك مرحبا بك. السلامة. الأسوام اليوم في مرشي مساكن. هذه الأسوام في مساكن نتاع الحوت رخيصة ياسر. أرخص مع تمديها في ولاية تونس هي مساكن في الحوت. وهاك تشوف فيه الناس من تلا ما عندهاش باش تاخذ، الناس قلال الزاولية والحوت ملوح. فهمني بحيث اش باش نقول لك؟ الله يكون في عوننا الناس الكل. لا أكثر لا أقل. أكاو. سويم الحوت اليوم في مرشي مساكن. 4000 حاطين 4.8 و 4000 باش ياكلوا ما فماش بها، هانك تغزر. العباد ما فماش. الحوت رخيص. رخيص طلب 2000 فرنك يتغدى ما يتعشى ما ياخذوش، فهمت؟ والله مشري ب 4.5 هذا خايا. علاش ما ثماش قبيل؟ اش باش تعمل؟ تخليه تلوح هو. هنا كاكاو ما فماش بها، تقتلوا الخضار ملوحه كل شيء ملوح. ما فماش بها لا غالب، الدنيا ميزره ولا كيفاش؟ العباد ما عندهاش. اش باش نعملوا لهم ترى؟ نكركروهم بالسيف. هنا والله قجري لك كملوا من الصباح. يجيب لك القصر. عيشك يرحم بويك بارك الله فيك. عسلامة. عسلامة. سوام الحوت اليوم في مرشي مساكن. سوام الحوت اليوم رخيصة ممتازة. الأيامات الكل كانوا نو، اليوم أصبح الحوت رخيص. لا تشخشينا هوني ب 4000، سكومبري ب 6800، بوكا ب 2000، المرجان ب 3000، الوراطة بحرية ب 4800. أسوام مناسبة ياسر. هذا يحرك الاقتصاد أكيد، موجودين الناس ويقضي. تتحرك شوية. من الأول كانت حابسة شوية تو بدات تتحرك. إن شاء الله تحسن الحكايه. ان شاء الله. عايشك ربي يجيب لك القصر. عايشك يرحم والديك. صباح الخير. صباح الورد والياسمين يا بنتي. الاسوام اليوم في مرشي مساكن. الاسوام على العال اكسترا اوردينير، كل شيء طاح للشطر. كل حاجه بقداش؟ تحب نسمي لك ولا نعطيك سوم؟ فاروس كان ب 18 دينار صباح ب 16 دينار، التريلا كان ب 32 ريد ب 26، البلاني كان ب 28 ولا ب 22، الوراطه من 16 ولا 14، والقرنيت من 26 ب 22، والدجاج هذا كان ب 7800 صباح ب 6000، والوراطه البحريه ب 4000، المرجان ب 3000، البوكا بدينار، السردينه ب 2000، صلي على النبي الاسواق. فما اقبال ولا لا؟ بيان سور راك تشوف الناس كل ما فماش واحد خلي المرشي ما قضاش. كالكو سوا للدجاج ولا للحم ولا للحوت، نامبورت اي بلاصه الناس كل قضاش. لاباس الحمد لله، يظهر لي الامور نتاع الانتخابات بدات تعطي وكلها ان شاء الله. الاسوام غالي يقولوا. لا الاسوام مش غالية، صح بالعكس عندك بالحق غدوة تبدا بعد غدوة تبدا تطلع الاسوام، اليوم تسمى عندك امس اليوم الاسوام رفقة ياسر.
خاطر احنا ديما نبشروا في الخدمه ونعرفوا شو الخدمه ونعرفوا شو الاسواق. تسكمري مثلا كم 9000 و 12000 كم 7800 ثم انواع مش تطلع توك بحكم جاي ريح وبحكم نو. فهمت البحر الحوت ما تحكمش عليه. كنت طقس راك احتقى سوام معناتها رايق على الاخر وكان يبدا طقس كيما هكا معناتها نو وريح وكذا بالطبيعه الاسواق تطلع. فهمت كيف كي الخضره؟ الخضره انت كيفاش علاش كي تبدا الطقس مبلول وتبدا الارض مطينه ما نجمش الفلاح يجمع الصابه ما نجمش يجمع لا البطاطا لا فلفل لا طماطم زاد كذلك. شكرا عايشك بارك الله. مرحبا بكم الساحل تي في هي احنا وما احنا.